السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلميذ ثانية بكالوريا في صحيح التمرين حول درس الدوال العددية أو دراسة الدوال العددية وتمثيلها المبياني. هنا التمرين في سؤال واحد اللي هو أدرس الدالة جي ثم أنشئ السي جي. ألوغ لدراسة الدالة جي هناك عدة مراحل نتبعها، ما طرحولناش أسئلة متفرقة، درونا سؤال واحد صافي. أول شيء حاجة كنديروها كنحدو مجموعة تحديد واحد تحديد دي جي، إذا تكون جي معرفة. إذا كان هنا عندي ما عندي لا جذر مربع لا الآلان لا والو، عندي غير المقام، يعني خص يكون المقام يخالف صفر بكل بساطة، أي إكس يخالف، نديو هاد الواحد من هنا واحد صحيح. دونك باش تكون هاد الدالة ممكنة أو معرفة خص ضروري يكون إكس يخالف واحد. علاش؟ حيت إلا كان إكس يساوي واحد غيكون عندي المقام فيه صفر. إذا بكل بساطة دي جي كتساوي آل ما عدا الواحد، ولا ندير من مولفين حتى الواحد نخرجو، اتحاد من واحد تا بلوس لانفيني، صحيح؟ مزيان. إذا جاوبنا على السؤال الأول في دراسة الدواء اللي هو كنحدو مجموعة التعريف، صحيح مزيان. السؤال الثاني هو كنحسبو النهايات، الخطوة الثانية كنحسبو النهايات عند المحدات، ممكن ونأولها هندسيا، هذه الخطوة الزوجة، نبداو بمولانفيني. إذا هذه تعطينا صفر حيت عندنا مولانفيني مع المواد، تبقى مولانفيني واحد على مولانفيني صفر تبقى مولانفيني. ها الاولى لقيناها مولانفيني، نفس الشيء الا كان اكس هو بلس لانفيني، بلس لانفيني مع الواحد تبقى بلس لانفيني، واحد على بلس لانفيني صفر تبقى بلس لانفيني. نحسبوا الليميت دابا على يسار الواحد، دونك هنا ضروري ندرسوا اشارات نتاع اكس ناقص واحد، ندرسوا الاشارات ضروري، ندير في شي بلاصه هنا اكس ناقص واحد على اليسار ديال اكس عكس اشارات ا موجب دونك ناقص زائد، صحيح. الوغ عندنا هنا شوف مزيان، واحد ناقص هنا غيكون واحد، دونك هنا واحد، هذا الا بغينا نديروها في الوسخ هذا واحد، حيت غنعوضو إكس بواحد، واحد ناقص هو واحد، صحيح. ثم زائد شوف مزيان هنايا، هذا غير الوسخ غير بريو، مغاديش ندخل هاد الشي، غادي نشرح بيه ونمسحو. زائد هادي إكس ناقص واحد على اليسار ديال واحد هي صفر موان، وواحد على صفر موان هي مولافيني، دونك هي مولافيني ياك، واحد مولافيني، وواحد مولافيني هي مولافيني، صحيح مزيان. ثم نحسبو على واحد بليس ليميت إكس غير واحد بليس نتاع جي اكس، هذا عطانا واحد اكس هو واحد. نشوفو هنا اكس ناقص واحد على ليميت ديال واحد هي زيرو بلس، واحد على زيرو بلس هي بلس لانفيني، مع الواحد يبقى بلس لانفيني. مزيان، دابا التأويل الهندسي أو الفروع على النهائية، نبداو بلي ساهل، الفروع على النهائية لي ساهلين هي هادي. دونك لدينا ليميت اكس تنفر ان موا نتاع جي اكس تساوي موا لانفيني، يعني اكس تساوي واحد مقارن لي سي جي بجوار موان لانفيني بجوار، وكذلك ليميت اكس تنظر ان بلس نتاع جي اكس كتساوي بلس لانفيني، يعني دونك هاي ليميت فواحد بلس كتساوي بلس لانفيني، يعني واشنو؟ يعني اكس يساوي واحد، هادو مقاربات خاص تعرفهم، ما تقولش ما نعرفلهمش، خاص تعرفلهم. كاين ملخص في واحد الخطط واحد اللي دايرينها في الموقع، نعطيك الرابط لتحت في الديسكريبسيون، فيها كل حالة اش كتعني. هادي ملي كتكون ليميت اكس تؤول الى ا ولا ا بلس ولا ا موان نتاع جي اكس كتساوي بلس ولا موان لانفيني، كتعني ان اكس تساوي هذا مقارن لي سي جي بجوار بلس لانفيني، صحيح مزيان. ثم دابا هنا عندنا ليميت ديال جي اكس في لانفيني تساوي لانفيني، هنا في هاد الحالة كنديرو جي اكس على اكس، دونك و بما ان ليميت اكس تنفر بلس نبدا موان لانفيني نتاع جي اكس كتساوي موان لانفيني، يعني و خص تكون جوج شروط في هاد الحالة، كنحسبو ليميت ديال جي اكس على اكس تساوي، شوف مزيان غندير ديريكت، كتساوي ليميت اكس تنفر موان لانفيني جي اكس على اكس، تمشي اكس على اكس عطاك واحد زايد واحد على عاود تقسم هادي على اكس عطاك واحد، عاود تقسم على اكس عطاك واحد على اكس، وزيدنا راه لو عوضنا موان لانفيني هادي تمشي بلس لانفيني، واحد على بلس لانفيني صفر تبقى واحد، يعني كتساوي واحد. في هاد الحالة اش كنديرو؟ ملي كنلقاو واحد كنديرو ليميت اكس تنفر موان لانفيني تاع جي اكس ناقص واحد اكس، يعني ناقص اكس كتساوي ليميت اكس تنفر موان لانفيني جي اكس الى نقص منها اكس تبقى غير هادي، تبقى واحد على اكس ناقص واحد، فهموا معايا مزيان، اكس ناقص واحد ياك. الوغ الى عوضنا هنا في موان لانفيني نلقاو صفر، حيت موان لانفيني موان زيرو موان لانفيني واحد على موان لانفيني صفر. اذا في هذه الحاله شكون هو المقارن؟ ملي كيكون ليميت ديال هادشي كلشي كاين في ديك الخطوطة، ليميت ديال ا اف اكس على اكس كتساوي ا، والليميت ديال اف اكس ناقص ا اكس كتساوي بي، يعني ايكغيك كيساوي ا اكس اللي هو اكس زائد بي مقارب مائل ل سي اف بجوار
مولفين. الوغ وغنديرو نفس الشيء في بلوس انفيني باش ما نضيعش الوقت. بلوس انفيني باش يكون الفيديو قصير، غنديرو هنا بلوس انفيني، غادي تمشي كلشي تبقى واحد. كذلك نلقاو نفس الشيء، نلقاو نفس الشيء، وغادي نقولوا كذلك نلقاو إيكراك يساوي إكس مقارب مائل لسي اف جوار بلوس لانفيني، يعني نفس الخطوات غادي تكتبو نفس كلشي غادي تكتب، إلا هنا غادي تولي بلوس لانفيني، ياك؟ مزيان. إذا غنقرا هادشي هنا، ندرسو الوضع النسبي بالنسبة للمقارب، دونك ندرسو الوضع النسبي بالنسبة للمقارب، الوضع النسبي لسي جي هو هذا باينة بلا ما نديرو نورمال، ولكن ماشي مشكل، نزيدها لخر. دونك كيفاش كندير الوضع النسبي؟ كنحسب جي إكس ناقص إي كراك اللي هو إكس، شنو تعطينا؟ تعطينا واحد على إكس ناقص واحد، صحيح؟ دونك هادي ندرس الإشارة تاعها، فوقاش تكون موجبة فوقاش تكون سالبة. إذا كان إكس كبر من واحد، كبر أكثر من واحد، أي إذا كان فإن إكس ناقص واحد موجب، يعني هذا موجب، أي جي إكس يكون أكبر أكثر من إكس، يعني هذا غيكون موجب، دونك يعني سي جي فوق، يعني ندير هذا نسميه دلتا. سي جي فوق دلتا، صحيح؟ وإذا كان إكس، النقطة الثانية، إذا كان أكثر من واحد فإن إكس ناقص واحد سالب، سالب واحد موجب على سالب عطينا سالب، دونك هذا غيكون سالب، يعني جي إكس أصغر من، يعني جي إكس أصغر من إكس، أي سي جي تحت دلتا، صحيح؟ غير هاد الشي. ألوغ كنحسبو الإشتقاق، دونك جي قابل للإشتقاق هو جي فتح على إكس بكل بساطة تساوي، نكتب جي قابل للإشتقاق و لدينا جي فتح على إكس تساوي إشتقاق ديال إكس زايد واحد على إكس ناقص واحد فتحة، إشتقاق ديال إكس هو واحد زايد إشتقاق نتاع واحد على إي هو ناقص إي فتحة، يعني ناقص إشتقاق ديال هادي هو ناقص واحد على إكس ناقص واحد الكل أس إثنان تساوي. ضروري ندرس الإشارة حيت عندنا سالب، كون كان عندنا زائد واحد ماشي مشكل، راه باين موجب موجب موجب، معنديش مشكل، ولكن دابا ضروري. إذا واحد المقام هو إكس ناقص واحد أوس اثنان، دونك شنو غتولي هادي طلع هنا في الواحد، تولي إكس ناقص واحد أوس اثنان ناقص واحد تساوي، هادي متطابقة هما إكس أوس اثنان ناقص زوج إكس زائد واحد ناقص واحد على إكس ناقص واحد الكل أوس اثنان تساوي، تمشي ناقص واحد مع واحد تبقى إكس في إكس ناقص زوج على إكس ناقص واحد كل أوس اثنان، التغيرات ديال جي كتعلق بإكس و إكس، هذا موجب، بقى هادو، هنا أنا غندير إكس، و هنا غندير نعاود لإكس، و هنا غندير إكس ناقص واحد، عفوا ناقص زوج سمحولي، ثم أنا غادي ندير جي فتحة لإكس، ثم جي إكس. من موال لانفيني حتى بلوس لانفيني، ألوغ هادي كانت عندنا في الصفر هادي في الزوج، دونك كنرتبهم صفر جوج، وما تنساوش أن الواحد غير معرف، صحيح؟ مزيان، إذا هادي كانت عندنا في الصفر هنا، كنا سالب موجب 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 ياك، ثم هادي كانت عندنا في الزوج، ثم سالب موجب، صحيح؟ أنا نقدر ندير هاد الخط ماشي مشكل، ولكن هذا راه معرف هنا. ألوغ ناقص في ناقص تعطينا زائد صفر، ثم ناقص أنا غير معرفة، زائد في ناقص تعطينا ناقص، ثم صفر، ثم زائد في زائد تعطينا زائد، يعني هنا غتكون تزايدية، ثم تناقصية، ثم تناقصية، ثم تزايدية، اللي ميت في مولا فيني قنا مولا فيني، داكشي منطقي، الآن نحسب الصفر، جي صفر تعطينا ناقص واحد، ناقص واحد. ليميت في واحد موان على صار ديال واحد لقينا موان لانفيني منطقية، ليميت في واحد بلوس لقينا بلوس لانفيني منطقية، حسب صورة الزوج تعطينا زوج، زوج ناقص واحد هي واحد واحد دونك ثلاثة، ثم ليميت في بلوس لانفيني لقينا بلوس لانفيني، دونك هذا هو جدول التغيرات، صحيح؟ إذا السؤال الأخير مثلا هو أنشئ ولا إنشاء سي نرسمو المنحنى دابا ياك، إذا أول ملاحظة نلاحظها هو كيفاش نرسم المعلم، المعلم في إكس من موان لانفيني حتى بلوس لانفيني، يعني ضروري نضيف في الوسط، عموديا كذلك بلوس لانفيني وكاين موان لانفيني، يعني غادي ندير المعلم في الوسط، صحيح؟ إذا هذا هو المعلم أو،
ماشي. اذا الخطوه الثانيه نرسم مقاربات. دونك عندنا المقارب الاول هو اكس يساوي 1، فين هو من هنا؟ مهم اكس يساوي 1 مقارب سي اف جواب بيسان فيلم ولا فين اكس هو 1، يعني هذا غادي نرسمه اولا. اذا هذا هو اكس يساوي 1، ثم المقارب الثاني هو ايكغيك يساوي اكس، يعني صورة الزوج هي زوج، صورة 3 هي 3 الى غير ذلك. ايكغيك يساوي اكس، كيفاش ترسم صورة هذا المستقيم؟ اعطيني اكس شي قيمة ونلقى ايكغيك، إذا كان اكس صفر راه ايكغيك صفر، إذا كان اكس واحد راه ايكغيك واحد، هي صفر واحد، دونك هذا هو المستقيم الثاني، دونك هذا هو ايكغيك يساوي اكس، هذا هو المقاربات ديالنا. دونك دابا ركزوا معايا مزيان، ليميت غير من هنا نعرفها، ليميت في الواحد موا كيساوي موا لافيني، على اليسار ديال الواحد موا لافيني، هاي شتا الدالة غتكون من هنا. على اليسار ديال واحد راه هابط عند موا لافيني ياك، على اليمين ديال واحد واحد بلس راه بلس لافيني، على اليمين هو واحد، على اليمين ديال واحد راه بلس لافيني، راه هنا صحيح مزيان. بالنسبة للمقارب المائي قلنا مقارب بجوار بلس لافيني ومقارب بجوار موا لافيني، ولكن حدا راسك شوف فوقاش يكون فوق فوقاش يكون تحت، يعني يقدر يكون مقارب منا يقدر يكون منا. هنا مقارب بلس انفيني الى هنا ولا هنا، وفي موالفين الى هنا ولا هنا، ولكن واش فوق ولا تحت؟ غنشوفو راه كنا درنا سي جي فوق من واحد بلس انفيني، يعني من هنا غيكون فوق، يعني غيكون فوق، يعني هو هذا مقارب وفوق، يعني هنا غيفوت هنا، وهذا من كيكون اكس يعني من موالفين الواحد غيكون تحت، يعني من هنا تحت، دونك غيكون مقارب من هاد الجهة، واش متفقين؟ صحيح مقارب من هاد الجهة، حيت تحت هنا راه فوق، صحيح مزيان. ثم قيم القصوى وقيم الدنيا، صورة الصفر هي ناقص واحد، صورة الصفر هي ناقص واحد، دونك هذه القيمة القصوى هو يطلع ضابط، وثلاثة قيمة دنيا، صورة الزوج هي ثلاثة قيمة دنيا، صورة الزوج هي ثلاثة قيمة دنيا. بغيت تقلب على صورة بعض الأرقام قلب، ما بغيتش هكا صافي ديريكت. وهنايا نفس الشيء، قارب يقرب عندو ثم هاك إذن هذا هو السي جي، هذا اللي بالأحمر. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الدراسة هذه، وما تنساوش تشاهدوا الفيديو اللي راني شارح فيه كل ما يتعلق بدراسة الدول، فيديو مهم جدا لكل تلميذ كيقرا في ثانية بكالوريا، لأن فيه كل حاجة عندها علاقة بالدول. إذن نتمنى لكم التوفيق، وما تنساوش تسجلوا في القناة وضغطوا على زر الإعجاب، والله يعاونكم.